السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناة عيش الكوكتيل. بأمر الله النهاردة نزلنا عند سوق السيدة عائشة، وتحديدا في سوق الحديقة. هنتكلم إن شاء الله على أحدث أسعار الأكل وأسعار السلكات والإقفاص مع الحاجة أم علي. السلام عليكم، ازيك يا أم علي؟ ماشي، كنا عايزين نعرف آخر الأسعار اللي موجودة النهاردة بالنسبة للأكل. النهاردة الفرارس ب37. دي الفلارس الكندي، دي الشكارة المرسوم عليها السانك نيور، عاملة 37 جنيه سعر الكيلو النهاردة قطاعي. والبلكم 19. البلكم عامل 19 جنيه، ده البلكم البلدي. طبعا البلكم سعره زاد، ده سعر الكيلو عامل 19 جنيه. طبعا الحباية زي ما احنا شايفينها حباية كويسة، حباية محترمة زي ما واضحة قدامنا، هي تعتبر شبه متغربلة يعني. اللب بقى في 40. ده اللب ده عامل 40 جنيه، ده اللب المستورد اللي هو الخاص بالبغبغانات. اللب البلدي بتاعنا عامل كام؟ 27. اللب برضو سعره زاد جدا، عامل 27 جنيه. طبعا الايام دي كل يوم الاسعار بتاعه الاكل بشكل عام بتزيد. طبعا اللب متوقع ان كمان شهر كده سعره ينزل، لان حاليا ده مش الموسم بتاعه، صح كده ام علي؟ حاليا الموسم مش بتاعه حاليا، فعشان كده زاد سعره، ومقرر ان شاء الله على الشهر الجاي يبدا الموسم بتاعه سعره يقل زي ما قلنا. الدنيبه عامله 16 جنيه، زي ما احنا شايفين برضو هي حباية كويسة، حباية محترمة اهي زي ما واضحة قدامنا. دي كيلو عامل 16 جنيه. الجنيبة دي سعرها عامل 17 جنيه. دي حباية انضف، حباية ملكي، دي عامل 17 جنيه سعر الكيلو. طبعا زي ما قلنا بشكل عام الاسعار بتاعت الاكل زادت، مش عند ام علي بس، في السوق كله وفي كل مكان يعني. سعر السيبيا 85 جنيه، زي ما احنا شايفين يعني حباية السيبيا محترمة وفيها لحمة اهي، مش حاجة احجام صغيرة، لا حاجة احجامها كويسة، عاملة 85 جنيه سعر الكيلو. نتكلم برضو على مواد التعشيش. في عند الحاجة ام علي نشارة، طبعا ناس كتير جدا لما بتروح تجيب نشارة بتحتار ان هي تجيبها، وبعض اوقات ما بتلاقيهاش. فطبعا كون ان انا الاقي النشارة جاهزة كده في كيس، دي عاملة 10 جنيه، الكيس عامل 10 جنيه، كيس زي ما احنا شايفين كيس مش قليل خالص. وفي كمان تبن الفول ده برضو عامل كام؟ ده برضو تمام. كيس نشارة تحت النشارة اهو، كيس تبن الفول كنت شايفه، ده سعره عامل 10 جنيه برضو. معلش، ده طبعا معروف عن تبن الفول ده ان هو بيبقى يعني مفيد جدا، بالذات للاماكن اللي هي مغلقه، ويعني بيسهل على الحشرات ان هي تتواجد. طبعا تبن الفول ده ميزته زي ما قلنا ان هو ما بيخليش اي حشرات تتكون نهائي، وبرده يعني برده سعره مناسب، الكيس ده ب10 جنيه. برضو موجود مواد التعشيش، كيس الكارينا ده برضو سعره 10 جنيه، طبعا معروف للكناري وللجاوة وكمان للزبرة، بنستخدم الكارينا دي في الـ يعني بنحطها علشان تبدأ
تبدأ الجاوة او الكناريا تبدأ تعمل العش بتاعها. طبعا برضو الكيس سعره مناسب 10 جنيه. نبدأ نتكلم على الاقفاص عند الحاجة ام علي. ده بكام؟ 130. ده سعر الدور 130 جنيه. في فاصل اهو في النص، ده لو انا حبيت ان انا افتحه على بعضه 130 جنيه. ده طبعا دورين يبقى 260 جنيه. بالنسبة للشالة، سعر الشالة دي 25 جنيه. دي شيالة ممكن تشيل معايا جوزين او ثلاثة كوكتيل مثلا. طب بالنسبة للقفص ده سعر القفص 65. بشكل عام المستلزمات بتاعت العصافير بنقفاص واكل وشيلات كله زاد. ده مستو ان هو بيبقى ليه مكان كده هنا اهو. ده نبدأ ان احنا يعني لو عايزين نخليه متعدد الادوار في امكانية ليه مكان كده بتشبك منه القفص بحيث ان هو يبقى كذا دور. تمام زي ما احنا شايفين. معنا كمان 75 العين. ده العين ب75. الدرج بتاعه ايه يا معلم؟ ده الدرج بتاعه بلاستيك 75 العين. ده طبعا خاص بالاسترالي. نتكلم على عشوش الفاص بتاعت الكوكتيل. ده 3 عيون. ده متواجد ده منه الدرج بتاعه معدن زي ما احنا شايفين صاج 115. العين 115. طيب الدرج بتاعه بلاستيك ولا صاج؟ ماشي، البلاستيك ب 110، اللي الدرج بتاعه بلاستيك يعني متاح يبقى درج بلاستيك او صاج. بالنسبه للدرج الصاج 115 والدرج البلاستيك ب 110. ومعانا كمان الشياله اللي احنا شايفينها دي. سعرها كام دي يا ام علي؟ دي سعرها 65 جنيه. ومعانا كمان يعني قفص، ده يعني قفص كبير على كوكتيل، يعني لو كوكتيل قاعد فيه يبقى مستريح جدا. الدور عامل 170 جنيه ودي متواجد منها دور ودورين ان شاء الله. والقفص المفرد ده معانا، القفص المفرد ده 120. طبعا في حاجات تانية عند الحاجة ام علي وفي اكلات ومسائي. لو حد حابب ان هو يجي عند الحاجة ام علي، المكان السوق الجديد سوق السيدة عائشة، متواجد زي ما قلنا اكلات وفي عشوش كناريا، في اكلات موفرة. مكان ام علي ان شاء الله في السوق الجديد زي ما قلنا. ده الباب الرئيسي من ناحية القلعة، وهي يعتبر على شمال الباب الرئيسي على طول. شكرا جدا لمتابعتكم. السلام عليكم.